الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. علماء أن يقولون من أول يوم ابنوا بيوتكم على التقوى. يا بنات خطابي معاكم، ليلة زواجك من أول يوم أنت عروس قولي لا لا أغنية لا تدخلوا بيتي، أنا ما أريد شقتي مع الغناء. الشقة أسسيها على التقوى من اليوم الأول، ولا كاسيت واحد ولا سي دي واحد أغنية ما بدي، أنا أريد أعيش بهذا البيت، هاي مو نزوة هاي حياة أريد أعيش من أول يوم. يا بنتي يا أختي العزيزة خلي بيتك على التقوى. الآن حملت العلماء، علماء غير المسلمين، علماء الطب وأمثال ذلك يأكدون أن الأصوات مؤثرة على الجنين، يعني الأم إذا سمعت أغاني يأثر على الجنين، هذا الجنين يحب الأغاني، إذا سمعت القرآن الطفل يحب القرآن. ممكن أنتوا دارسات أحسن من عندي، حتى التدخين إذا الأم مدخنة الدخان يأثر على الجنين، دارسين هاي الأشياء. الطعام الذي تأكله الأم مؤثر على الجنين. آلاف القصص من قبل الإسلام من بعد الإسلام، وما أحب أن أخذ وقتكم بالقصص، إنما أنا في مجال ذكر الموضوع. إذن دققي أختي لما أنت حامل، كل يوم اقري لك آية من القرآن، كل يوم عند النوم اقري سورة الفاتحة لنفسك. تدرون إذا الآن مسألة شرعية بين لكم، إذا الآن كل واحدة من عندكم تقرأ فاتحة لنفسها وتقرأ فاتحة للأموات، قولي إلهي هاي سورة الفاتحة الحامل ثلاث مرات وقل هو الله واحد اقري لنفسك. تدرون هذا العمل أفضل من بعد وفاتك، إذا 20 مليون إنسان يقرون فاتحة ثواب أقل من الفاتحة اللي أنت خلت تقري لنفسك. تدرون هذا الشيء. رجل من الأثرياء كان عنده مخزن ضخم عظيم من التمور، طبعا التمر آنذاك كان طعام أهل المدينة. وصى قال إذا أنا متت هاي التمور تصرف على الفقراء والمساكين بيد رسول الله. بعد ما عندنا أفضل من رسول الله، الرجل توفى دفنوه رسول الله سيد الكون جاء كان يشيل التمور يوزع على الفقراء المساكين الأرامل المحتاجين. إلى أن انتهى ما في المخزن، كنسوا المخزن، وصلوا بالرواية إلى خشف. خشف يعني شنو؟ خشف يعني التمر الغير ملقح، إذا شايفين ما بيلحم يكون قشر على نواة بس، هذا يقول الخشف. وصلوا إلى خشف فحمله رسول الله، أخذ هاي التمرة اليابسة بعيدا، قال والذي نفس محمد بيده لو أن صاحب هذا المال أنفق هذا الخشف أيام حياته في سبيل الله لكان خيرا له مما أنفقته أنا بيدي في سبيل الله. تسمعون شو أقول؟ يعني تمرة واحدة يا حجية، إذا عندك الآن بالفرض واحدة من عندكم عندها مخزن كل تمر، تمرة واحدة أنت بإيدك أنفقي في سبيل الله أفضل مما جميع التمور ينفقوها بعد وفاتك في سبيل الله. شوي خلينا نطور الكلام. إذا واحدة من عندكم هلا الآن عندها مثلا 10 ملايين ليرة مثلا، ليرة واحدة بإيدك أنفقي في سبيل الله خير لك من 10 ملايين ليرة بل 10 مليارات ليرة بعد وفاتك ينفقوا في سبيل الله. أنتم بإيدكم سوزو. الآن أكو مثال الكويتيين عندهم يقولون ما يحق ظهرك غير ظفرك. الآن شو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله،